هذا المخلل اللي يجي مع السوشي 51 ريال. الفاصوليا اسمها سهرة. هذا الرقم 28 ريال. زيت الصلصة عنده أنواع، هنا ب40 وهنا 28 أصعب، هنا ب25 هذا مخلوط، وهنا ب40 وهنا 23 صغير، هنا ب24 واللي تحت صلصة الصويا. صلصة الصويا باخذ واحد منها ب9 ريال. هذا طويل وهذا
اتهام الزيت سمسة 28. هذا خلي الأرز اللي أتوقع إنه يحطونه مع السوشي، بس والله كبير. سعره 25. شو سعره؟ 25 ريال. جميع أنواع الرايات، أشكال كثيرة. هذه لازم ناخذها. شو 23، هذا 27، وهذا 24. هذه الفشارات حقتهم. يستخدم بالروزيتو، انا اخذه استخدمه في الروزيتو، 11 ريال. شوف هذا، اتوقع ان الرز الاسمر 23. هذا هذا نشا، نشا بطاطس، وهذه التتبيله حقتهم يتبلوا فيها اشياء غريبه. هنا ورق السوشي هنا ب 11 ريال، بس كمية بسيطة. أنا أجي وآخذ هذه شوفها 57، بس يكفيك يعني فترة طويلة، يعني أتوقع فيه 50 حبة. هذا ب 11 ريال يكفي 10 حبات، أتوقع 10 حبات. هذا ب 126، وهذا ب 92. بعد ما جينا مع المغارات الآن، هذا 23، بس ما أدري وش هو. هنا خلي الأرز الأبيض، هذا ما أدري وش هذا. عندهم هذا 8 ريال، هذا برضه خلي الأرز 25 ريال، هذا ما أدري وش بقاش. هذه صلصة السمك، هذا حلو طالب بصرف يسقي لأنه كبير. هذا برضه خلي الأرز صويا صوص، هذا مدري شو، هذا أشياء غريبة. هذه صويا 8 ريال، صويا صلصة ترياكي، هذه صلصة هذه برضه فلفل حار، وانا توقعت ان الهنود هم بس اللي ياكلون فلفل.